في تصريح ليو تي في قالت قوى سياسية إن ملف حماية الانتخابات ومرشحيها يقع على عاتق الحكومة، وأن الخروق الأمنية الحالية لن تمنع من إجراء الانتخابات. وحول مخاوف تزويرها أشارت إلى أن المفوضية اتخذت إجراءات صارمة. أتوقع أنه الفاشلين والمرجفين وأيضا حتى اللي يعني ناقمون على العملية السياسية والعملية الديمقراطية تصدر من عندهم هكذا تصرفات. لا ننسى أنه هناك خلايا نائمة، هناك جهات وعصابات وأجندات لاعبة في البلد، وبالتالي ممكن أنه هذه الأحداث تتصاعد أيضا. لكن نتأمل من الجهد الحكومي، الجهد الأمني، أن تكون هناك وطأة أكثر وصلابة في الإمساك بهذا الملف بشكل كبير، باعتبار أن مسؤوليته تقع على عاتق الحكومة والجهات الأمنية. فيما يخص التزوير يعني على الانتخابات، أنا أعتقد المفوضية يعني أخذت الكثير من الاحتياطات من هذا الجانب، وهنالك معايير دولية سوف يعني تنفذ حول هذه الانتخابات من رقابة دولية، إضافة إلى الأجهزة تم فحصها أكثر من مرة في محاكاة وتم نجاح هذه العملية.